الزلزال يلي ضرب سوريا أثر على كل حدا فينا بطريقة مختلفة، يعني شفنا أشخاص أخذوا زمام المبادرة فوراً ونزلوا على الأرض وعملوا مبادرات ومساعدات كرمال يغيثوا المتضررين، بالمقابل شفنا كتار فقدوا أعصابهم، يمكن بكيوا، يمكن هستروا، يمكن انصدموا، وكتار أيضاً صاروا يتصرفوا بشكل مستفز. طبعاً رغد نحن ما منلوم حدا لأنه الإنسان بهول الكارثة ممكن يتصرف شو ما كان. شفنا عالم إذا بدك بالفيديوهات عم تضحك بضحك هستيري، شفنا عالم عم تبكي، شفنا عالم مصدومة ولحد هاي الثانية ما عم تحكي أو ما عم تقدر تأخذ وتعطي. وللأسف هالأشخاص أغلبهم سكروا الباب على حالهم من شدة الخوف واعتبروا أنه الحياة خلص انتهت وما عاد في داعي لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينزلوا على شغلهم، يعني فينا نقول انه عم ينتحروا بطريقه ما. هالحالات رح نحكي عنها اكثر مع الاختصاصيه بالتنميه البشريه الدكتوره فاتن نظام. مرحبا دكتوره. اهلا وسهلا يا سعاده. اهلا وسهلا فيكي والحمد لله على السلامه. صرنا لما نشوف حدا الحمد لله على سلامتكم ودائما هيك نتمنى له السلامه. فقدوا حياتهم يا رب. امين يا رب. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه رده فعل البشر متفاوته وفروقات فرديه كثير كبيره. في البشر بسوريا مثل ما كنا عم نسمع الاغنيه لنصف زيتون من شوي، في البشر اللي عاشوا هول الحرب صحيح وفقدوا بيتهم ورجعوا لبيتهم ورجعوا هلا فقدوا بيتهم، في الناس اللي رجعوا ما فقدوا بيتهم، في الناس اللي من الاساس من 12 سنه قاعدين ببيوتهم ولا نزحوا ولا تدمر بيتهم والله يحمي لهم بيوتهم طبعا ولا شيء، فلذلك ردات الفعل بتختلف. كيف ممكن نميز اصناف الشخصيات ما بعد الزلزال؟ يعني نحن كلمة ردات الفعل هي بتختلف لأنه هو حتى كمان في عنا اختلاف بأنماط الشخصيات، يعني نحن دائما هدول اسمهم اللي هلا فضلت وحكيت هدول أسباب وفي عندي ظروف مختلفة للعالم، ولكن في عندي أنماط سلوكيات وشخصيات اللي هو حسب تقبل الصدمة. يعني في ناس هي بأي مشكلة بأي خلينا نقول هلا احنا كارثة عم نحكي، ولكن المشاكل العادية في ناس بتتقبلها وفي ناس بتاخذ وقت لتتقبلها وفي ناس يمكن تخلص حياتها نهائيا لتتقبل هي المشكله وبصير عندها نوع من الشماعه. الكارثه اللي احنا صارت عنا اللي هو حقيقه شيء اكثر من المعقول واللي هي اخذت ابعاد بنقول المفاجاه والصدمه اللي هي ما اجت على مهل، اللي هي كل في كثير عالم هي انه شو صار معنا؟ شو هالصدمه اللي صارت معنا؟ وفي ناس ما فاقت منا لبعد فتره معينه، فهي اختلاف حقيقه بتقبل والاعتراف بالقبول، يعني في عالم هي ما تقبلت اساسا انه لا مستحيل ما مو زلزال، لا عن جد مو زلزال، تمام؟ وفي عالم هي اخذت مدى بعيد، وفي ناس مثل ما تفضلت صار عندها عن جد حالات هستيريه، صار عندنا مثلا نوع من الضحك المفاجئ، وانقسمت العالم لاثنين. ناس صار عندها الرهاب عالي جدا وناس صار عندها اللامبالاة بشكل مو طبيعي. فعنا حقيقة قسم عنا أول ما بلشت ردود الفعل هن بهدول النمطين يلي هو حالة رهاب بأي حركة وحالة لامبالاة أنه صار حتى هو ما عاد عنده تأثر نفسي، تمام؟ فهو صار يعرض شو في فيديو شو في شيء على السوشيال ميديا يحط على صفحاته بطريقة كمان لا منطقية. يعني هدول الأشخاص بصراحة جدا مستفزين. امبارح كانت قاعدة رفيقتي جنبي على الكنباية وأنا عم هز هيك بشكل يعني متوترة، فكانت عم تقلي بليز لا تهزي لأني عم بتذكر لحظة الزلزال، يعني هي لحد هاي اللحظة عندها هذا الرهاب والخوف والقلق. في أشخاص جدا مستفزين على السوشيال ميديا عم يعرضوا حياتهم مثل ما قلتي بشكل طبيعي، عم يأكلوا، عم يروحوا على الجيم، عم يشربوا، عم يطلعوا، ولا كأنه في شيء، يعني الحياة ما شاء الله مستمرة. وفي أشخاص عم بتحب تكون هي محور الكون ومحور الحدث وعم تحاول تعمل ترند بأي طريقة لحتى تورجي أنه أنا أهم من الزلزال أو أنا موجود أكثر من الزلزال. هذا استغلال الكوارث يعني 100%. وللأسف نحن مهمتنا كإعلاميين أنه نعلم بالخبر شو عم بيصير، ولكن بدنا ضمن الحدود المنطقية والمعقولة وضمن أنه نحفظ كرامة الجميع. الشخصية الغير مبالية يلي ما تغير عليها شيء، هاي الشخصية ليش الواحد بيوصل لهي المرحلة؟ هذا السؤال اللي بدي أسألك إياه. يعني نحن في عنا كتير مثلا من الشخصيات الغير مبالية، ممكن هن قبل دائما نحن الأحكام على الأشخاص هي مثلا بنقول إنه ليش هو غير مبالي؟ بدي أفهم أنا ليش السبب هو ليش غير مبالي؟ هلا ممكن هو متعرض لكتير حالات مثلا ألم، يعني في كتير عالم خلينا نقول إنه شو بده يصير في معنى أكثر من هيك؟ وحقيقة المشاعر اللي هلا صارت هي المشاعر الخوف اللي هي مو مثل المشاعر اللي نحن قضيناها ب 12 سنة أبدا مختلفة، هذا الخوف من المجهول، هذا الخوف اللي أنا ما عاد بعرف شو بده يصير معي، وين رايحين؟ ف
فعندنا كلمة اللامبالاة هدفي عنده طفي ذاتي من جوا من الداخل، بمعنى أنه شو يعني وعادي بدي استمر بحياتي. هلا نحن في عنا الاستمرار بالحياة، ولكن هو بده ياخد وقت معنا نكون أشخاص طبيعيين ومع احترام الألم 100%. بدك أنت تكون أنت شخص طبيعي، هو الألم والخوف والأي كارثة بدها وقت لأنت تصير عندك الشفاء الذاتي، وبعدين لتنتقل لحياتك الطبيعية. وهذا صحيح 100%. يعني احنا ما حنكمل حياتنا بنفس المشاعر والأسلوب، لأنت بدك تتابعي روتين حياة. وهذا منقول من أهم العلاجات اللي نحن بنقدر نطلع من الصدمات. ولكن الشخص اللي هو لا مبالاة بس هو بنوع خلينا استفزاز الآخر، يعني استفزاز بطريقة كتير متعبة، أنه أنا حياتي هون صار في عندي نوع من الانعزال الاجتماعي. خلينا نقول هذا الانعزال الاجتماعي انه انا ما بدي اتاثر، انا عم بتعاطف، عم حط لكم شو في عندي فيديوهات عم حط لكم اياها. ولكن حتى عرض الفيديوهات على السوشيال ميديا عم بيكون مستفز، لانه هو عم بيعمل اشعال مره ثانيه للمشاعر، وانت عم تفوت معك قصص جديده وصور جديده وصدمات جديده. يعني هاي المشاعر اللي انت طول الوقت عم تعيش فيها نوع من الالم، قد ايه هي بتحس من جوا عم تتلفك من جوا، تمام؟ فهو الفكره لا، هو بده يتعامل بطريقه اهدى من هيك. فهذا لا مبالاه هذا قصه كثير كبيره، وحقيقه بدنا نحاول نطنشه لانه هو متعب اكثر ما انه انت تعطيه قيمه زياده عن حده. تمام. هلا في لا مبالي باللا شعور، وفي لا مبالي باستفزاز. يعني انا بتذكر في بطل من ابطال بناء الاجسام السوريين العايش بالمغترب، لما حقق بطوله هنيك راسلنا ولامنا انه نحن سوريين بالمغترب ما عم تدعموا لنا انجازاتنا. هذا هو البطل نفسه، هلا بكارثه الزلزال ما نزل ولا شيء على السوشيال ميديا تبعه لحتى يدعم ابناء بلده. فغريب عجيب، بالعكس عم ينزل وجباته وكيف عم يرتب الدجاج مع الخضار السوتيه مع الرز مع كذا كذا. انا ما بحكي بحقد، عفوا، يعني الحمد لله رب العالم كافينا وكافي الجميع، ولكن مو معقول تفوت على عزا وانت عم ترقص. 100%. نحن بسوريا بعزا، يعني في اربع محافظات ثلث سوريا منكوب وانت مالك حاسس. غريب. هي الفكره يعني انت دائما بنطرح اي قصه هو انه انا معكم، بس هذا الشعور انه انا معك، يعني هذا كثير مهم. يعني في فيديو انا كثير عن جد وقفت وعدته اكثر من مره، طفله صغيره عم بيقول لها الشخص عم ينقذها انه انا بدي بس لك ايدك، قالت لا تبس لي ايدي، مسك لي ايدي. معناتها نحن شو بدنا؟ نحن بدنا سند، نحن لا بدنا المراقاة الزيادة والنفاق الزيادة، لأنه هون تطلع أنت من دائرة أنه أنت عم مثل ما قلت أنه عم تعمل أنه ضوء وأنت أخذت الحدث كله، لا ما هيك. حاولوا تطلع من هذا النفاق، حاولوا عن جد تحبوا بعض بالطريقة الصحيحة يلي نحن عن جد بحاجة لهي المحبة. استخفاف المشاعر كتير مؤذي إلنا نفسيا وجسديا. هي ما بتوصل هلأ أستاذ ورد، هي بعد فترة بتقول ولو لك ما حسيت فيه، لك ما قلت لي ولو انه شو زعلان، ليش مقهور. كلمه اذا انت متضايقه بطبيعه الحال بقول لك ليه زعلانه، ليه متضايقه، فانت هون قدرتي تنبسطي انه والله ذكرتني. اما كيف انه نحن صار عندنا كارثه نكبه شغله كثير كبيره ومهمه، فنحن انه طناش بشكل طيب مستفز. وعلى النقيض في ناس كمان كثير تاثرت، هي نوع من الشخصيات اللي صار عندها فوبيا، اللي صار عندها رهاب، اللي صار أقل هزة تخاف منها هي وقاعدة تطلع بالسقف، هلأ حيوقع السقف علي. تماماً. صاروا يراقبوا كل شغلة متدلية من السقف إذا هزت ولا لا. هاي الشخصيات اللي عن جد أثرت فيها كارثة الزلزال بشكل وقف شغلها، وقفت حياتها، صارت تخاف على أولادها إذا بعتتهم على المدرسة حيرجعوا أو لا، كيف بدنا نتعامل معها؟ هي حالة الرهاب اللي كتير هذا بنقول عليه، مثل ما قالت قبل شوي على صديقتها العم انه هزت بإجرة، هي اسمها الفرط باليقظة، يلي يعني انت اي هزة اي حركة وقفوا كذا. يعني في كتير حالات وصبايا وامهات هن اول 4-5 ايام هن ما ناموا ببيتهم، هن راكبين بهالسيارة وعم يركب السيارة انه باي لحظة بده يصير في عنا الشيء الارتدادي، وبده يصير انه عنا هذا الخوف الزيادة عن اللزوم. في ناس
صار عندها الأرق الشديد، عدم النوم، الضغط، يعني صار في حتى تقسيم مهام بالبيت، ناس بتراقب التريا وناس بتراقب ما بعرف شو، إذا أي حركة صارت مشان نمشي. فصار عندنا هذا الشيء اللي هو صار عنده انعزال بالحياة، إنه أول شيء قعدوا بالزوايا وهن ما عاد بدهم يتعاطوا مع حدا، وإنه خصص الحياة وخصة الدنيا كلياتها. فهون عندنا الرهاب العالي. هذا الرهاب العالي أنا كيف بدي أعالجه؟ هذا بدنا أول شيء تخففوا رجاء من حضور السوشيال ميديا. اثنين، في شيء كتير مهم اسمه الترابط الاجتماعي، يلي أنا وياك يلي بده يصير علينا هو مكتوب، وبده يصير في عنا هي الاتفاقية. كل واحد له ساعته، كل واحد له وقت بده، يعني التقبل، خلق الإيمان، تقبل والاعتراف، تقبل والاعتراف. نفس الوقت في شيء اسمه التكيف والتأقلم، يلي هو جدا مهم، انه انا تأقلمت الحمد لله انه نحن بخير. ونحن دائما في عندي كلمة المواساة، لا حدا يواسي بالآلام صراحة. يعني هي على فكرة انه اللي بيشوفوا مصيبة غيره بتهون عليه مصيبة، هذا ما بصير. يعني انا مثلا شوفي انت، انا شوفي قد اشرح لي، ما بصير انا واسي حدا بآلامي، بالعكس انا بدي واسيه بالإيجابية، انه الشيء اللي فيه الخير، يلي انه انت لساتك بخير، ما فقدت قطعة من جسمك. بس نحن المشكلة انه مالنا بخير طالما في 5.5 مليون انسان بلا مأوى، مالنا بخير طالما في أطفال بحاجة حليب، مالنا بخير طالما في ناس لسه ما تغطيت، مالنا بخير طالما هدول العالم ما التقى لهم حلول دائمة. هي الفكرة اللي عم تقرق العالم اللي عم تشتغل واللي ما عم تشتغل والكل اللي شاف. نحن لأنه هلأ دائما ما تنقول كلمة كارثة، يعني عنا صدمة، يعني عنا أول شيء نحن مالنا متعودين على هذا شيء جديد مستجد، يعني كله بيفرق. مع إنه يعني 12 سنة كوارث، هديك يعني هديك شيء لأن هي كانت مناطق الدكتورة كل اللي صار هديك على جنب. الأزمة، كلمة أزمة مختلفة عن الكارثة، تعريفها مختلف عن المشكلة. المشكلة اللي هي دائما إنه قصة معينة وأنا بدي حلها. الأزمة بتجي على مراحل، ما بتجي هي خبط هيك. أما الكارثة اللي هي أول ما بتفوتي بالصدمة، إنه فاجأتي، فعندك خلل، قصص، بدها تصير فوضى. إيه بدها تصير فوضى؟ بده يصير في 100 قصة، ولكن مثل ما تفضلتي وحكيتي بدنا نحط إيدنا طيب على الوجع اللي هو الإيواء. يعني في فكرة بدي أسألك إياها. مثلا أنت ورد اشتغلت أنا، اشتغل حدا، اشتغل غيري، في ناس اشتغلت بالعمل مثلا فلنفترض حتى لو على السوشيال ميديا قدرت تساعد، وفي ناس كتير عندها حس إنساني عالي ولكن ما قدرت تعمل شيء أبدا، قعدت بالبيت وانطوت. قديش للناس اللي نزلت على الشارع فعلا وساعدت ناس، قديش هذا الشيء قدر يخفف عليها نفسيا؟ او لا، نحن طالما عم نكون مع تواصل مباشر مع هدول الحالات نحن عم نزداد سوءا. شو الصح بهيك حاله؟ انو حاله هي اللي هي الاحسن لصحتنا النفسيه؟ لا، هي الاضبط هو ما نحن عم نتعايش مع الحالات. شوف، التعايش مع الحالات هو بيعطينا الدعم، يعني نحن بندعمهم وهنا بيدعمونا، تمام؟ ما انت تلاقي الاطفال عم بيقولوا لك الحمد لله رب العالمين انه طلعنا، وهن عم يعطوك القوه بصراحه. فانت هون عم يعطيك انه الاستمراريه بالدعم النفسي او التطوعي اللي انا عم بشتغل عليه. فنحن هون، لا، هون في عنا دائما في قانون بالحياه اسمه الاخذ والعطاء، يعني انت عم تعطي وهو عم تاخذ منه بنفس القوه، تمام؟ فنحن هذا بالعكس تماما، هو لازم نحن نتعايش مع الحالة. في عالم كتير هي ما لها قدران تطلع، هون نحن اللي هذا الانعزال الاجتماعي الخلص، انه هو هلأ ماسك المسبح وعم بعد ساعات نهاية حياته شاف. هذا الخطير، هذا اللي هو حقيقة فقد انه العجز عن الحياة ورفض الحياة. فانت هون صرت انت بمرحلة من الاكتئاب للرفض الحياة، انه انا خلص خلصت حياتي، تمام. هذا خطير جدا، لازم ننتبه لهالموضوع، تمام. في سيدة بحلب اسمها مريانا علي، بدي وجه لها تحية، نشرت 17 بند من بروتوكولات النزول لمد يد العون للناس المتضررين في الأزمات. زميلتنا آية دمشقي كمان بوجه لها تحية، كمان نزلت فيديو عم تحكي عن لباقات العمل الإعلامي أثناء التعامل مع الكوارث والأزمات. مثال، بدي عد 3 بنود: ما فيك تنزل أنت ولابس أغلى ما عندك، ما فيك تنزل أنت وحاطت ساعات فارهة أو غالية، ما فيك تنزل أنت وعاملة فول ميك اب، ما فيك تعمل الكعب العالي وأنت نازل لحتى على مدرسة إيواء تقدم لهم سلة غذائية، ما فيك تحكي بمصطلحات يس ونو أجنبية مع شخص قاعد مذهول فيك ومتضرر، ما فيك تعمل شو أوف أنت ونازل تمد يد العون، ما فيك تصور أي وجه طفل أو أي وجه امرأة إذا هن ما بدهم. تعرفوا ليش هن عم يتصوروا يا رغد؟ لأنه شعبنا اللي الله يعينه ويساعده ما عنده
الدراية الإعلامية بحقوقه وواجباته على الشاشات وعلى المنصات. صح. إنه تعال هون أنت جاي تقدم لي سلة غذائية أو علبة حليب، ليش عم تصورني؟ هذا الطفل بده يكبر بعدين والفيديو يبقى على اليوتيوب ويشوف. صح. حاله أنه أنا كنت سوري من هالكلمة، أنا كنت مزلول، أنا كنت بحاجة. طبعا ما حدا مزلول وما حدا قاله مني على حدا. فالشخصيات اللي نازلة تعمل استعراض كمان نمط من أنماط الزلزال اللي خلفها، شو نعمل معه؟ هدول نحن هدول اللي بيتصيدوا بالمي العكرة، هدول حقيقة نشوف أول شيء بيعملوا شو وبيعملوا هذا العرض وقصص وهي، ولكن بعد ثواني بيفتقدوا الشيء اللي هنا عم بينزلوه. لأنه أكثر وأبشع شيء بالحياة أنه أنا تاجر بالإنسانية، أبشع شيء يعني أنت وصلت لأبعد أكثر شيء أنه ما في إنسانية. ليه عم تصوره؟ كيف أنت بتسأله على شو اشتقت لبيتك؟ شو اشتقت ببيتك؟ معقول أنت كإعلامي عم تسأله شو بابا كيف مات؟ كيف أنه عن جد كان عابطك؟ كيف أنت كيف كإعلامي بإنسانيتك أنت عم تتعامل بهي الطريقة؟ الواحد بس يحط حاله مطرح الشخص، كيف انه مثلا انت يكون عندك ابن او ولد او اخت او اخ انه انت تكون بهذا المحل، كيف زبطت معكم؟ فنحن حتى شوف دائما نحن في مفرزات، صح، بكل كارثه بكل ازمه هو لازم يكون في تنسيق لهذا القصص، لازم يكون حقيقه في ضوابط. انا قلت لازم يكون في خليه اعلاميه لاداره الكارثه. كلمه انه لمين مشتاق، كيف لمين مشتاق؟ شو اشتقت ببيتك؟ أو شو حسيت الشعور ما انت وقعت البنت؟ لا عن جد عم تحكي عن كيف انت عم تحكي بهالانسانيه هي، وانه شو بدك تقول للماما؟ اي ماما، ماما طلعت على السماء. طيب هي هي الجمله عن جد مزعجه. هي هي سؤال انه حط الاعلاميين على جنب، في هلا الموضه الجديده البلوجرز والانفلونسرز بهالاكسنت، سوري يعني انا شر البليه ما يضحك يعني. صح. هدول اللي نزلوا اللي بس شوفوني ما احلاني شو جميله الواني، ومره وانا حطيت طاقيه الصوف ونزلت لمدرسه لانه في لي عائله متضرره هناك، يعني هاي حتى اللي عم يقولوا انه خليكن مثلهم وما مثلهم، هن نشتغلوا انتو شو اشتغلتوا؟ ما ضلوا ضروري نطبل ونزمر. على كل حال انزلت، ففي وحدة من البلوجرز عم تتصور عم تقدم مساعدات، بعدين قالت لها اللي عم تصورها ورجيني الفيديو، قالت لها لا بدي عيده لانه خصلت شعري كانت جاية لهون، هلا بدي اعملها جاية لورا. انا عملت بس عندهم متابعين. شوف الامر هون، شوف لك هون الامراض النفسية كلها بتطلع، وهلا يمكن بالزاويه النفسيه بتنحكى بهي الزاويه لانه عن جد شيء مو طبيعي. هو الطبيعي انه نحن نحن اول يومين ما صارت الزلزال كل العالم فاتت بشيء اسمه الخوف، تمام، والحزن والالم والبكا طول الوقت تواصل. بعد يومين صار في عنا حتى على السوشيال ميديا شغلات مو طبيعيه. نحن عنا مباريات، يعني ليش نحن دائما بنسوي بطريقه غلط؟ هذا كثير غلط. مثل ما قلت هو موس اعلاميين، كل واحد صار شاطر كيف بدي اخذ الصوره، كيف بدي طلع المعاناه، كيف قد بدي انا ازيد المتابعين. هذا اسمه امراض، وقد وصل ما بعرف مين وبالسياره وصل للمنطقه. هذا الشيء انت عم شو عم تبيع؟ انت عم تبيع مين؟ يعني هي الفكره. انا معلم اسمح لي انه انا بدي اقول كلمه عم تبيع، لانه انت ما انت تصطاد بهي الطريقه وبهذا الوقت. نحن وصلنا للتوب، يعني احنا في عندي الشخصيات السلبيه احيانا بقول انه لا ما بصير هالقد، بس احيانا انت بتوصل ما تقول لك انه شو لسه بقيانا، ما عاد بقيان غير ديناصورات تيجي تاكلنا ونخلص، تمام. فانت ما توصل لهي النقطه بالذات، فانه احترموا ان عن جد 12 سنه بأساليب واشكال وقصص كثير بموضوع الحزن والالم والهم والغم وكلياته. قلت اول شيء في ناس فقدت بيوت، تصور انه واحد بنى بيته رد رجع راح، هذا كيف بدك تتعامل معه؟ هذا كيف بدك تعطيه الدعم؟ فحقيقه لازم يكون في عندي الايواء ثم الايواء ثم الايواء، تمام. اول شيء لانه اهم شيء الواحد عندنا، كل واحد بيته. الحمد لله اربع حيطان ساترني، حاسس بالدفى وبالامان. الامن والامام. صحيح. هو من اهم الهيكليه بالحاجات الانسانيه. صح. بعد الاكل والشرب والنوم، فدائما بنقول الامن والامام والاستقرار وتقبل الاخر اللي ما عاد عندنا اياه. يعني بنفس الوقت كان في دور جيد للسوشيال ميديا ببعض الاحيان، في عالم اشتغلت من قلب ورب، يعني في عالم ساعدت، في عالم وصلت صوتها، وفي عالم دعمت هي، وكمان هن بحاجه دعم لانه نفسيتهم وصحتهم النفسيه ما منيحه بظل الشيء اللي عم بيشوفوه عم يتعاملوا معه بشكل. صح. يومي، ويمكن رفع العقوبات كان كمان السوشيال ميديا له دور فيه. فدائما في الجيد وفي السيء، ولكن نحن مشان ما نكون كثير سوداويين خلينا نركز على النقاط الايجابيه، خلينا
دائما نفكر بالاشخاص يلي اشتغلت واللي كانت ايد بايد بهي البلد. دكتوره يعني شكرا جدا لكل شيء قدمتيه ولكل شيء حكيتيه، عن جد معلومات رائعه، ويمكن بدنا حلقات ثانيه لنحكي عنه اكيد. في انا بس بدي اضيف شغله، شوفي كلمه اللي عم يقدموا من الشباب، قد ايه في عندنا شباب عن جد تركوا مدارسهم جامعات وواقفين ومتطوعين. هدول 2004 و2002 يلي عم تلاقيهم هدول الشباب، هدول شو شافوا؟ بس عن جد عم يعطوا من كل قلبهم، عم بيوصلوا رساله من كل قلبهم، بتلاقيهم بالجمعيات من الصبح للمساء، احلى شيء عندهم عم يقدموا. فانا هون ترفع لهم القبعه، قد ايه انت بتنبسطي بتقولي الحمد لله لسه في خير وفي عالم عن جد بتستاهل. ما نحن ليش انفعالنا كان؟ لانه هدول الشباب ما عم يظهروا ولا بدهم ظهور هن، ولا بهمهم الظهور، والله ولا بيعني لهم. وبالمقابل بيجوا قاطفي اللهفة والنجاح والتعب، وبس لأنه بيعرف يسوق السوشيال ميديا وبيعرف يسوق المنصات فخطف الأضواء والتعب. مقهورين لأنه خطف الأضواء والتعب؟ لا، مالنا مقهورين، بس لا تهمشوا الناس اللي على الأرض فعلا وعم تعمل بصمت. شكرا لوجودك معنا، شكرا لكم، يعطيكم العافية.